تعالى قبل ما نتكلم عن موضوع الجيتار نتكلم على موضوع المزيكا اكتر، انا ايه اللي دخلني فيها، وبعد كده نشوف موضوع ان انا بلعب بالشمال دوت او اشول. المزيكا انا من زمان وفي بيتنا مزيكا، والدتي بتلعب بيانو وجدي كان بيلعب بيانو، كان في بيانو في البيت. فمن ساعة ما دخلت ابتدائي بيعملوا في المدارس الحكومي اختبار كده في الاول يشوفوا هتخش رسم ولا هتخش موسيقى. فمدرس الموسيقى جه عمل لنا الاختبار. الاختبار كان عبارة عن انه بيقعد على البيانو يلعب نوت، انت مش شايف هو بيعمل ايه، وتغني النوت. المفروض انا ما بعرفش اغني، كل الناس صحابي عارفين كده جدا انا ما بعرفش اغني خالص. فوانا صغير كده قلت له انا مش هعرف اقول النوت دي، بس العبها وانا مش عارف بالي انت بتلعب ايه، وانا حاجة اعمل لك نفس النوت. قال لي لا تخش رسم. ودخلت رسم طول حياتي بقى لحد ما خلصت الثانوية عامة ودخلت الكلية. فاللي دخل المزيكا اصلا بقى في البيت اللي خلاني ارجع اهتم تاني بالموضوع ده كان اخويا الكبير، ان هو برضو بيلعب جيتار وكان عامل باند زمان ايام ماربور كونسرتس والفتره دي، وجاب جيتار سبانيش في البيت، وقررت ان انا اجرب اشوف الجيتار ده بيعمل ايه. فطبعا تيجي هنا مشكله ان انا بلعب بالشمال واخويا بيلعب باليمين رايت هاندد. فمسكت الجيتار بالشمال الاوتار مقلوبه، فقال لي يا ابني اللي بتعمله كده غلط، ما فيش كلام ده. فقلت له يعني مش مهم، انا مش هلعب في فرق يعني، انا بلعب بس عشان مزاجي كده. فتعلمت منه كام تمرين على كام انترو الاغنيه، كان ساعتها ميجاداث مسيطر على البيت شويه، فهولي وورز على توريد اوف سولز كنت بلعب بس يا دوب الانترو بتاعت الاغاني عشان مش عارف اكملها. لحد ده الكلام ده وانا في اولى ثانوي وانا عندي 13 سنه، لحد ما خلصت ثالثه ثانوي. لقيت في ناس صحابي، واحد يعرف حد بيغني مايكل جاكسون وعايز يعمل فرقه بتلعب اغاني مايكل جاكسون وفرقه رقص وحاجه كده ثانوي يعني. فقلت اوكي ما عنديش مشكله يعني، ما وريش حاجه. ودخلنا فعلا عملنا الفرقه، ما كملتش 3 شهور وباظت وما عندناش ولا حفله. بس ذاكرت شويه بقى حاجات بتاعت مايكل جاكسون اللي هي السولوز بتاعت سلاش، في كام اغنيه من الحاجات اللي مايكل جاكسون كان بيعمل يستعين بيها في سلاش. بعد كده دخلت في الكليه، كانت فكره الروك بالعربي ابتدت تسيطر عليا شويه. كنت حابب فكره ان المزيكا دي تبقى معموله بليركس بسيطه والناس كلها تبقى فاهماها. يمكن ده نتيجه لان الموضوع ده كان في الفتره دي مكروه من الناس كلها، عشان كانت اواخر التسعينات وكان فقره عبده الشيطان والكلام ده كله. فلا الناس لازم تفهم ان الليركس او كلام الاغاني الانجليزي ده مش عبده الشيطان يعني. الناس لو سمعت ميجاداث كويس او حتى ميتاليكا والكلام ده، الناس دي بتتكلم في كلام يعني يا ريته حتى كوميرشال، ده كلام كويس، كلام نصايح. فساعتها عملنا فرقه اسمها حقيقه، دي كانت اول فرقه اخش فيها تقريبا، ما حدش يعرف عنها الفرقه دي. وكنا بنلعب في جامعة 6 اكتوبر، كان واحد صاحبنا هناك هو من اول دفعة في جامعة MSA. والفرقة برضو ما استمرتش كتير، سنة او سنتين، وتعرفت ساعتها على احمد الكور، وقررنا ان احنا نعمل البوم، نسجل البوم. فدي كانت فترة صعبة جدا لان انا كنت ساعتها دخلت تجارة عين شمس بقى، ويعني ما عنديش مصدر دخل ان انا اصرف بيه على المزيكا. فكنت بدرس محاسبة ورياضة بحتة واحصاء للناس اللي في الجامعة على اساس ان انا معيد في الجامعة، ويعني بفلوس انا عامل مجاميع كده قبل الامتحان بشهر والناس بتنجح. انا بعرف اشرح الحمد لله الحاجات دي يعني، فانا يعني كويس فيها. فدي الفلوس اللي كنت بجيبها علشان اعرف اروح اعمل بروفات، نحاول نشترينا مالتي تراك 4 شانل عشان نعرف نسجل عليه الالبوم في البيت. وعملنا الالبوم، وبالسعي ورا شركات الانتاج تحصلنا على شركه انتاج اسمها دي جي للانتاج الفني. يعني مش هقول حاجه وحشه في حق الشركه، بس هي كانت شركه يعني قليله جدا جدا يعني، وما ساعدناش قوي، بس يكفي ان هم وافقوا ان هم ينزلوا الالبوم دوت. طبعا لنا 1000 نسخه وادوا لنا 1000 فلاير، ده اللي عملوه. احنا ودينا لهم الالبوم متسجل ومتماكسج ومعمول له ماسترنج وخلصان. طبعا كل ده بالاجتهادات شخصيه، محدش كان فاهم قوي احنا بنعمل ايه، بس هي النتيجه كانت عجباهم. فنزلنا الالبوم، ما رضوش حتى يوزعوا الفلايرات. كنا ننزل الساعه 2 بالليل والشوارع فاضيه عشان نعلق البوسترات في الشارع بغيره عشان ما حدش يشيلها تاني يوم.
وبنيجي تاني يوم دايما بتشيلها برضو حطها تالت يوم وهكذا عندنا بتاع شهر يعني كده يعني لحد ما خلصنا الالف فلاير. الالبوم طبعا ما اتباعش خالص تقريبا وقررنا نعمل البوم تاني. ده طبعا من الحماس ان احنا عملنا البوم وما اتباعش مش مهم بس هنعمل التاني وعملنا التاني ونزل وما اتباعش برضو. ودي كانت فقرة الكلية يعني انا كل ده كنت لسه بقى في الكلية كلام ده كان في تالتة كلية ورابعة كلية. بعد كده في فقرة ان انا خلصت كلية وخلصت جرع عين شمس طبعا كنت جرع عين شمس الناس بتطلع بتشتغل اي حاجة تانية ما في شغل اصلا. فانا كنت زهقت من فكرة الدراسة اصلا في مصر ان انا ما استفدتش بيها اي حاجة خالص وانا يعني عمري ما شلت مادة في حياتي لان الموضوع سهل انت بتذاكر قبل الامتحان شوية حاجات كده خلاص. فكنت محوش شويه فلوس وانا عايز اسافر. اول ما خلصت الكليه انا خلاص مسافر لقيت واحد صاحبي بيكلمني اللي هو محمود عبد العزيز الشهير محمود دييز درامر بيقول لي في فرقه اسمها الغوريه بنلعب اورينتال جاز. فانا ما كنتش دخلت في السكه دي قبل كده خالص كان برضو لسه ثقافتي كلها روك سواء عربي بقى او انجليزي او ميتال هو دي الثقافه اللي عندي. فقلت له طيب بس انا عايز اسافر ومش عارف ايه. قال لي لا تمام احنا هنعمل بروفا عجبك هبقى اسافر. رحت عملت بروفا وكان الموضوع جميل بجد. الموضوع كان الكومبوزر كان حسام البجرمي هو كان بيكمبوز اغاني مفيش غنى طبعا يعني مزيكا الميلودي ساعتها حلوه جدا وجازي وفي نفس الوقت بنلعب شويه حاجات كفرز كانت لاوسكار بيترسون وتشيكوريا مين يعني الاثنين دول. وكانت الفرقه عباره عن الجزء الاورينتال اللي فيها ان في ناي وقانون وكمانجا مع درامز وبيز وجيتار وكيبورد وطبله. فالميكس دوت ما كانش حاصل ساعتها في مصر كتير خصوصا ان هو موسيقى بس مفيش غنى في الموضوع. فالموضوع لقيته كويس جدا فما سافرتش طبعا وقعدت اعمل بروفات معاهم وقعدنا نعمل تقريبا 4 شهور بروفات. وفي الاخر سجلنا ديمو صغير كده طبعا يعني التسجيل كان كوميدي احنا في بروفا جايبين كاسيت صغير كده حاطينه في وسط الاوضه بنسجل على شريط كاسيت ده الديمو. وحاولنا ان احنا ننزل حفلات ما كانش في ساعتها الساقيه ما كانش لسه فتحت الكلام ده كان 2001 وكان لسه كايرو جاز كلوب كان هو اول حاجه سمعنا عنها ان هي في مكان بيتلعب فيه مزيكا لايف. فروحنا الباند كله جمعنا عند الجاز كلاب لقيناه مهدود الناس مش عارف في عمال وناس شايله طوب وزلط ومش عارفين فين الجاز كلاب مش عارفين. فقالوا لنا ان هو في ناس جديده اشتروه وبيجددوه. فقعدنا مش عارفين نعمل خلاص احبطنا جدا. فالكيبوردست اللي هو الليدر بتاع فرقه حسام بجرمي لقى يحيى خليل معدي بالعربيه من قدام الجاز كلاب راح ناطط قدام العربيه هو وقف تحت اسمعنا وراح مديله شريط الكاسيت قدامه وقعد معاه في العربيه يسمعه. راح يحيى خليل مشكورا راح رفع سماعة التليفون على الاونر بتاع الجاز كلاب وقال له انت اول ما تخلص الجاز كلاب وتظبطه الناس دي لازم تنزل عندك والناس دي كويسه جدا. فالحمد لله ابتدينا من هنا ننزل حفلات من وحفلات الجاز كلاب او الشغل بتاع الاورينتال جاز ده فرق معايا جدا في موضوع ان زمان بتنزل حفله روك يا اما في عيد ميلاد صحابك حد كده يلا نلعب مزيكا وخلاص خصوصا بعد موضوع عبدة الشيطان دوت مفيش مجال تلعب مزيكا اصلا. فيا اما هتنزل مع مين ستريم شيرين وتامر حسني وماي كساب ويتش اللي انا عملته او هتلعب في بيتكم مفيش حل تاني. فكان اكسبيرينس جديده جدا ان انت تلعب في كلب مزيكا محترمه جاز واكشلي في اودينس بيسمعك ومبسوط. استمرينا في الجاز كلب فتره طويله يعني سنتين ثلاثة لحد 2003 بعد كده الباند نفسه حصل فيه شوية مشاكل وراح لحال سبيل. فرقة فايب فعلا أحسن فرقة أقدر أقول إن عملتها وأقرب فرقة لقلبي It's my baby. وطلعت في ظروف غريبة هي طلعت يعني تقدر تقول قفش. أنا بالفترة دي كانت 2003 وكنت ابتديت أشتغل في الجاز كلاب كمهندس صوت وده يعني ليها قصة تانية موضوع هندسة الصوت ده. ولكن من كتر شغلي في الجاز كلاب وساعتها كان لسه الساقية فاتحة فما كانش فيه غير المكانين دول اللي بيتلعب فيهم مزيكا لايف جاز كلاب والساقية. والجاز كلاب كان بقاله اوريدي سنتين فكان على طول فيه بانز بتيجي تلعب وانا كل يوم شغال هناك كل يوم. ف
كل انواع المزيكا اللي بتتعب لايف في مصر عدت عليا، واشتغلت فيها مع الباند وان انا بظبط لهم صوت، فانا فاهم حتى تفاصيل الباند من جوه عامل ازاي، وشايف الاودينس قدامي وشايف رد فعله. هو ده السبب اللي خلاني اعمل فايب، ان حسيت ان الباند او المكان ده مستني باند يعمل 1 2 3 4 هيخلي الاودينس مبسوط. وده كان مبدا فايب، ان الاودينس لازم يكون مبسوط. فهيبقى مبسوط ازاي؟ هيبقى مبسوط ان هو يسمع الاغاني اللي بيحبها. طيب الاغاني اللي بيحبها دي، وعلى طول الموضوع الذوق بيختلف بين شخص لاخر، بس الهيتس بتاعت الناس المشهوره جدا ومحترمه موسيقيا كل الناس متفق عليها. لو اتكلمت على ري تشارلز ولا ستيفي وندر ولا جيمي ريكواير ولا مايكل جاكسون ولا دار ستريتس ولا شادي، كل الناس دي ما فيش حد يقدر يختلف عنها خالص. فما تلعب الهيتس بتاعت الناس دي ما فيش حد هيعرف يختلف عنها. فده كان مبدا فايب، الناس لازم تبقى مبسوطه. ولكن في نفس الوقت انا كان عندي مشكله في ان انا العب كفرز زي ما هي. فالموضوع ما جاش ان انا حاطط البلان دي على طول من اولها، انا حطيت بس البلان بتاعت ان المزيكا لازم تبقى عامله كده والناس دي هي اللي هنلعب لها بمساعده بقيه اعضاء الفرقه. طبعا انا في الاول ما كانش في فرقه، مش عارف اعمل ايه، انا حطيت الفكره في دماغي. فاول حد رحت له كان صديقي من زمان جدا فادي بدر، وصديقي وجاري عادل. عادل بيلعب جيتار وفادي بدر بيلعب كيبورد، واحنا كنا ساكنين جنب بعض شويه. ففادي كان يعرف موزع اسمه محمد نزيه، محمد نزيه واحد صاحبه ابن خالته بيغني، يعني موضوع بعيد جدا، بس كان بيقول ان هو بيغني كويس جدا. وانا كنت محتاج شكل جديد في بصراحه من الفرق اللي موجوده اوريدي، انا كان في حته كده كنت عايز اوصل لها ما كانتش موجوده في اي حد ساعتها. فقابلنا شادي حمزه في يوم في الاستوديو بتاع محمد نزيه، وبنعمل اوديشن بنشوف هو صوته عامل ازاي. فهو قال لنا انا احسن حاجه بعرف اغنيها كريك ديفيد. اوكي طيب هتغني كريك ديفيد؟ لا انا معايا سي دي عليه ماينس 1، يعني المزيكا كلها من غير الغنى بس. فطيب يا شادي خش في الاستوديو. طبعا الاستوديو الريكوردنج بيبقى عاده اوضه بلاينج روم وريكوردنج روم. فهو دخل البلاينج روم ومفيش ازاز، في شاشه والشاشه ساعتها كانت بايظه فاحنا مش شايفين هو بيعمل ايه جوه. ورحنا مشغلين السدهايه وراح مغني، احنا سامعين السي دي كريك ديفيد بيغني. فاحنا مش يعني انت شادي انت بتشتغلنا، انت جايب لنا السدهايه فيها كريك ديفيد وعامل نفسك بتغني جوه وبتاع. ففتحنا الباب لقيناه بيغني. انت تقدر تعمل سولو على اللي بيغني عشان تسمعه لوحده من غير المزيكا، فعملنا سولو ان هو اللي بيغني فعلا نسخه طبق الاصل من كريك ديفيد. فطبعا خلاص شادي بقى هو الليد سينجر معانا. ساعتها كنت اتعرفت على نور عاشور برضو من كذا شغلانه، وكان رساله باند رساله اللي هو نور فيه ومن مؤسسينه، كان بيبتدي يشتغل في الجاز كلاب. فهو كساكسفون بلاير من احسن الناس اللي بتلعب ساكسفون في مصر، فطبعا كان حاجه مهمه جدا ان هو ينضم لينا. قبليها كنت اتعرفت على احمد نظمي اللي هو يعني من احسن البيزس في مصر، فبرضو ده من احد الاعضاء المهمين اللي كان لازم يبقى موجود. الموضوع كان في الاخر صداقات انا عاملها من زمان واصحابي كلهم، وكان شادي بس اللي هو كان جديد علينا شويه، بس في الاخر كلنا بقينا اصحاب جدا. بس انا بحب في موضوع المزيكا العب مع الناس اللي بثق فيها اكتر من الناس اللي ميوزيكلي متفوقه. احنا كلنا كنا لسه يعتبر بنبتدي موسيقيا شويه، بس انا بثق فيهم جدا وكلنا فاهمين بعض، ودي اهم حاجه تحصل في الفرقه، ان انتوا طالما متفاهمين خلاص كل حاجه هتحصل. ومن هنا ابتدت فايب. كان في طبعا الدرامر خالد صادق اللي هو حاليا بره مصر، فده كان اللي ابتدى معانا. وكان في فادي صالح فوكاليست. احنا فايب اول ما بدانا كنا 8 اشخاص، 8 ممبرز في الفرقه. فكان في 2 جيتار انا وعادل، وفادي صالح كان باكينج فوكالز وشويه ليد فوكالز وشويه اغاني. وبعد كده الباند نقص بقى 6 ممبرز بس. باند فايب يعني انا ما كنتش متوقع له النجاح ده قوي بصراحه. انا كنت في الاخر بلعب مزيكا علشان انبسط، وهي دي الاغاني اللي انا حابب العبها، وانا بنبسط لما ببسط الاودينس. فدي حاجه يعني كل ما الاودينس بينبسط انا بنبسط اكتر فبعمل مزيكا اكتر، وهكذا. ف فايب كان في نجاح مش متوقع، وبقينا مشغولين جدا جدا لفتره طويله لحد 2007، لحد ما جالنا انفيتيشن ان احنا نلعب في بوسطن جاز كلاب.
للأسف الموضوع حصل مشاكل في الفيز والتأشيرة وكده بس فبزت الموضوع، بس يعني كنا وصلنا للمرحلة دي. للأسف الباند اختفى تماما بين يوم وليلة. كان في فترة عصيبة على كذا ممبر في الفرقة منهم أنا، وفي ناس قررت إنها محتاجين ناخد بريك، محتاجين ناخد أجازة، عايزين نقعد نركز في حاجات تانية. في ناس تانية قررت إن لا إحنا مش عايزين ناخد بريك فنجيب ريبليسمنت. حصل موضوع الريبليسمنت، في ناس تانية في الفرقة ما عجبهاش، وأنا كنت من ضمن الناس اللي ما عجبنيش إن أنا أجيب ريبليسمنت. يعني جربت في الأول وفي الآخر ما اندمجتش، فقلت لهم لا أنا همشي. فالمفروض إن أنا مؤسس الفرقة، وطبعا شادي كان هو اللي حاطط الاسم بتاع الفرقة، فهو برضو من الناس اللي كانت خدت بريك، فالفرقة اسمها اتغير ودخل ناس تانية فيها وتطورت بقت كراش بوم بانج اللي هي موجودة حاليا. دي قصة فايب.